حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أعلنت وزارة النفط أن العراق مدد خفضه الطوعي الذي يبلغ 220 ألف برميل يوميا إلى الربع الثاني من العام الحالي. هذا وكان تحالف أوبك بلس قد قرر تمديد تخفيضات إمدادات النفط حتى منتصف العام في محاولة لتجنب فائض بالأسواق العالمية ولدعم الأسعار. سيستمر الخفض البالغ حجمه حوالي مليوني برميل يوميا حتى نهاية شهر حزيران. وأدت الإمدادات الوفيرة إلى استقرار أسعار النفط العالمية بالقرب من 80 دولارا للبرميل هذا العام، على الرغم من اضطراب الشحن البحرية في منطقة الشرق الأوسط. أعلنت وزارة المالية إخلاء مسؤوليتها عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ نتيجة عدم تطبيقهم للتصريح الإلكتروني. وقالت المالية إنه بالتزامن مع الشروع بتطبيق الأتمتة في العمل الجمركي، دعت وزيرة المالية طيب سامي شركات الاستيراد ووكلاء الإخراج والتجار إلى الالتحاق بالدورة التدريبية حول التصريح عبر النظام الجديد لمن لم يتلقوا التدريب مسبقا، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ نتيجة عدم تطبيقهم للتصريح الإلكتروني. نفت وزارة الزراعة وجود توجيه جديد يتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعية إلى سكنية. قال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حميد الشمري، قال إنه لا توجد مادة قانونية جديدة أو توجيه جديد بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكنية، وإن العمل يجري بحسب القرارات السابقة، مضيفا أن الإجراءات باقية على حالها بالنسبة لتغيير جنس الأراضي. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن كفاح حكومته مستمر ضد من يتسبب بغلاء أسعار السلع والمنتجات. وأكد الرئيس التركي خلال مشاركته في فعالية لمنظمات المجتمع المدني في ولاية مولا التركية، أكد أن حكومته اتخذت وستتخذ الخطوات اللازمة لمكافحة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار بما يتماشى مع برنامجها الاقتصادي الموجهة نحو النمو. وأعلن أردوغان أن بلاده وصلت إلى أعلى معدل للصادرات خلال العام الماضي، وأن تركيا احتلت المركز الأول بين دول الاتحاد الأوروبي بمعدل النمو. ارتفعت أسعار النفط بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك بلس على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمليونين ومئتي ألف برميل يومياً. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت 28 سنتاً لتصل إلى 83 دولاراً و83 سنتاً للبرميل الواحد. وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتاً إلى 80 دولاراً و17 سنتاً للبرميل الواحد. ومن المتوقع أن تحمي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها أن تحمي السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج خارج المجموعة. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان.